بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان، الترجمة رقم 4. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. اعترض الزين بن منير على هذه الترجمة التي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه. يقول الحافظ: هو عجيب، لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس هو مقصورا على الخلافية. يعني يقول فيش خلاف أنه كان بيجهر بالمغرب، وهذا أمر متواتر، فلماذا يترجم البخاري لذلك؟ فأجاب الحافظ بأن الكتاب يعني موضوع من أجل لا من أجل الأمور المختلف فيها، بل من أجل بيان الشريعة. قول قرأ في المغرب بالطور، ورد أن جبير بن مطعم في هذا الوقت لم يكن مسلما، ولكنه جاء في أسارى بدر في السنة الثانية من الهجرة، ويبدو أن قلبه تحرك يعني في هذا اليوم، وقال: وذلك أول ما وقر في الإيمان في قلبي. هو لم يسلم في هذا الوقت، ولكن تحرك قلبه الإيمان، وفي بعض الروايات كاد قلبي أن يطير، أو فكأنه صدع قلبي حين سمعت القرآن. العرب كانوا يفهمون يعني اللغة ومدلولات الألفاظ، فتحرك قلبه بالإسلام في هذا الوقت، واستدل بهذا الحديث على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، لأنه سمع ذلك في حال الكفر، ولكن أداه طبعا في حال الإيمان. فالعبرة بالأداء وليس بالتحمل، يعني وقت سماع الحديث قد يسمعه قبل أن يسلم أو قبل أن يكون عدلا، ولكن العبرة وقت الأداء أو قبل أن يكبر، كما قال محمود بن ربيع: عقلت مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. طبعا لا يقبل منه ابن 5 سنين، ولكن هو تحمل هذا من وعقله وفهمه من سن 5 سنوات، ولكن العبرة بالأداء وليس بالتحمل. قوله بالطور، اختلفوا بالنسبة للصلاة في المغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالأعراف في الركعتين وصلى بالطور يعني من أواسط المفصل، ولكن غالب يعني الأوقات يعني كان يصلي بخصار المفصل، والمفصل من قال نويم الحجرات إلى آخر القرآن، وقال الحافظ من قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فصوله، صور قصيرة. فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخصار المفصل، ولكن لا يمنع ذلك يعني أن يصلي الإمام أحيانا بطوال المفصل أو بغير ذلك يعني من الصور لبيان الجواز، والله أعلم. باب الجهر في العشاء. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه، ومعتمر بن سليمان، وسليمان هو التيمي ابن طرخان التيمي، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر هو ابن عبد الله المزني، عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. العتمة يعني العشاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغلب اسم العتمة، اللي هي بتطلق على حلبة العشاء، يعني على الاسم الشرعي للصلاة هو العشاء، ولكن لو أطلق أحيانا فلا بأس. وإذا قال: صليت مع أبي هريرة عتمته، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
وكأن المصنف أيضا يشير إلى أن الأصل في الصلاة تخفيف في السفر، يعني ليس في قصر الركعات فحسب بل حتى في تخفيف الصلاة. فكان في السفر ينصلى بالتين وزيتون في ركعة من ركعتي العشاء، مع أن العشاء بيطول فيها يعني عن المغرب، فالغالب أنه ما كان يصلي بقصار مفصل ولكن لظروف السفر. فقول باب الجهر في العشاء قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في المغرب، ثم الصبح الذي في المغرب أولى ولعله من النساخ. قول خلف أبي القاسم أي في الصلاة، وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها، ونوزع في ذلك لأن سجوده في الصورة عم من أن يكون داخل الصلاة، لأنه قال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، فما فصرحش في هذه الرواية من يعني أن هو يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة العشاء فصلى إذا السماء انشقت وسجد، ولكن في روايات أخرى صرح، والبخاري أحيانا بيورد الحديث وليس فيه صريح الترجمة، يعني من أجل شحذ همم طلبة العلم على البحث عن طرق الحديث والوصول يعني إلى يعني الرواية التي فيها صريح الترجمة. يقول ونوزع في ذلك أن سجده في الصورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها فلا ينهض الدليل. قال ابن المنير لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور يعني عنه، لأنه ليس مرفوعا. وطبعا معروف صلاة الفجر يعني صلاة فيها بالسجدة. وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر له نفس الإسناد بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة. وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد فيها، قوله حتى ألقى يعني الموت. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي اللي هو سليمان التيمي عن بكر بن أبي عن بكر بن أبي رافع قال صليت، ويبدو أن في خطأ هنا، هو عن بكر عن أبي رافع كان في الحديث السابق، يعني عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع في بكر عن يبقى في خطأ في طبعة السلفية، عن بكر عن أبي رافع وليس بكر بن أبي رافع، عن بكر عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حديث يعني تقدم. ترجمة 102. يقول ابن البخاري باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وابن كذام قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع أحد يعني صوتا أحسن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يأتي شرحه يعني في أواخر كتاب التوحيد. ترجمة 103. يقول الإمام البخاري باب يطول في الأوليين ويحدث في الأخريين، كما في حديث يعني سعد بن أبي وقاص قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، يعني أهل الكوفة، قال أما أنا فأمد يعني أطيل في الأوليين وأحذف أي أقتصر في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبالي يعني من اعترض عليه مدام يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. وتقدم طبعا الكلام على هذا الحديث بالتفصيل. ترجمة 104. يقول ابن البخاري باب القراءة في الفجر. قال وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم
قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها طبعا إلا بالإيه بالعلم أو الثمر مع يعني الزوجة ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه يعني حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. الحديث الثاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. باب القراءة في الفجر يعني صلاة الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور يعني في صلاة الفجر كما سيأتي وهي كانت يعني تطوف وكانت شاكية عن وقت الصلاة في رواية غير أبي ذر الصلوات والمراد المكتوبات. وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت وقوله هنا وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما بين 60 إلى 100 أي من الآيات. وهذه زيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه. وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل ركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح بقاف أخرجه يعني مسلم. تكلم يحيى بن معين في رواية ابن جريج عن عطاء يعني خاصة يقول لكن تابعه عليه يعني في الرواية عن عطاء عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند أبي عوانة وغندر عند يعني أحمد وغيرهم. قوله في كل صلاة يقرأ بضم أوله على البناء المجهول وقع في رواية الأصيلي نقرأ بنون يعني مفتوحة وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة يعني أن نقرأ أو يقرأ فهوش في صريح الرفع ولكن هنا قال لا صلاة إلا بقراءة. يقول هكذا أراده مسلم من رواية أبي أسامة عنه وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه فكان يقول يعني هذا يعني شاذ ولكن المحفوظ إن هو إن يقرأ أو نقرأ يعني موقوفا وليس يقرأ لصلاة إلا بقراءة يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول وإن لم تزد بيانات رواية يعني مسلم عن أبي خيثامة وعمر الناقد عن إسماعيل فقال رجل وإن لم أزد يعني على فتحة الكتاب وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه أخرج البيهقي وزاد أبو يعلى في أولي عن أبي خيثمة بهذا السند إذا كنت إماما فخفف وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك وفي كل صلاة قراءة. قوله أجزأت أو أجزأت أي كفت وحكى ابن التين رواية أخرى جزت بغير ألف وهي رواية القابسي واستشكله. قوله فهو خير في رواية حبيب المعلم فهو أفضل وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. طبعا يعني إذا كان جاهل بالفاتحة أو حديث عادي بالإسلام فيمكن أن يقرأ يعني أي سورة أخرى إن تيسرت له وإن لم يستطع فيسبح ويحمد ويهلل ويكبر. يقول هو شاهد لحديث عبادة المتقدم وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما وصح إجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم هو عثمان بن أبي العاص
وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكى القاضي الفضاء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد، وقيل يستحب في جميع ركعات، وظاهر حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.